لو الست ما دخلتش في علاقة هل أعضائها ممكن تقفل؟ سؤال غريب جدا جالي على رسائل الأزرز، بس ده شجعني إن أعمل حلقة بعنوان إيه اللي هيحصل لأجسامنا لو ما حصلش أبدا واتجوزنا في يوم من الأيام. العلاقات الجنسية موجودة حواليك في كل حتة، في الافلام والمسلسلات، في التليفون، شويه في الصور، فيسبوك، كل حاجه بتوديك ليها. مفيش حاجه ما بتفكركش بيها، كل حاجه حواليك بتفكرك انك ناقص. لا مش ناقص بمعنى الحرفي، انا ما اعرفش حد ناقص، اقصد انك مش كامل، محتاج حد يكملك، يشيل معاك وتشيل معاه، ياخد بايديك كده وتاخد بايده. صديق، انت ما اتخلقتش عشان تعيش لوحدك، بطل تستنى الاحسن. الاحسن على فكره عمره ما هيجي، لان كل حسن فيه احسن منه. ايه اللي هيحصل لو عمرك ما مارست الجنس في حياتك؟ هل ممكن تنفجر تموت مثلا؟ مبدئيا كده خلينا متفقين ان كلنا مختلفين وكل واحد بيطور اعراضه الخاصة، لكني هديك تغيرات نفسية وجسدية بتحصل للبني ادم اللي عمره ما مارس الجنس. في كتير شائعات غلط حوالين الموضوع ده، لكن لو دخلت في الحقيقة هتلاقيها مرعبة اكتر. الرجالة يا صديقي اللي بتمارس الجنس اقل عرضة لسرطان البروستاتا. اي نعم ان العلاقة ما بين ممارسة الجنس وسرطان البروستاتا لسه مش واضحة قوي، لكن يا صديقي اجسامنا انانية زينا زي بقية الكائنات، عايشين عشان نتطور ونحافظ على النسل. الات سواء انت بتحب الموضوع ده وما بتحبوش، جسمك كده كده مش هيسيبك. كراجل انت برضو عندك دورة، كراجل انت كمان عندك دورة. جسمك بيحتاج انه يتخلص من كل الحيوانات المنويه اللي موجوده وينتج حيوانات منويه جديده. جمعيه ودايره ما ينفعش تقف، العضو ده زيه زي اي عضو تاني، لو وقف شويه وما تمش استخدامه لفترات طويله هيقف خالص او هيحصل له خلل. الموضوع ده انت ممكن تتخطاه بنفسك او ان جسمك يزهق منك فيتعامل هو. اما بقى بالنسبه للبنات، فالعلاقات الجنسيه بتقوي عضلات الحوض. عضلات الحوض بدورها بتغذي المثانه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. العلاقات الزوجية بالنسبة للبنات بتقوي عضلات الحوض، وعضلات الحوض بدورها بتسند عضلات المثانة. فالبنات اللي مش بتتجوز مع الوقت وطول العمر ممكن يحصل عندها ضعف او تسريب في المثانة ويبقى عندها سلس بول. مع التقدم في السن والعزوف عن الزواج، بنت بتبدأ تحس انها مش مرتاحة بسبب ان اعضائها الداخلية بتبقى ناشفة جدا، مش بتفرز افرازاتها الطبيعية. الموضوع دوت برضو ممكن تتخطاه البنت عن طريق العادة السرية، لكن مش ده الطبيعي ومحدش بيقبل على نفسه كده. الاشخاص اللي بتطول بيهم الفترة بدون علاقات جنسية بيحصل عند جسمهم كده ايرور، اول ما بتحصل العلاقة بيبقى صعب وصولهم للنشوة، جسمهم بيبقى مش قادر يتعامل مع كامل الاحاسيس والمشاعر اللي هو حاسسها دي، وبيقعد يرتب اولوياته من اول وجديد. العلماء لقوا ارتباط وثيق ما بين القلق والضغط وتطور المجتمعات والعلاقات الجنسيه في اطار الزواج الشرعي. قله العلاقات بتخلي الضغط والقلق عاليين عند المجتمعات. السوشيال ميديا واللي بقينا نشوفه على الانستجرام وغيره خلى مفيش حد راضي عن اللي في ايديه، كله بيبص بعيد. الهرمونات اللي بتتفرز اثناء العلاقه الزوجيه بتقلل جدا من الضغط والقلق اللي بيصاب بيهم الناس، وكمان بيبقى فيهم عدوى. لو واحد دماغه مش رايقه وقاعد في مكتب كله ناس رايقه هيقلب عليهم. علماء النفس كارل كارنيتسكي وفرانسيس برينن جمعوا عينات من لعاب، ناس متجوزين وناس مش متجوزين، لو خلايا اسمها اميونوجلوبين في لعاب الناس المتجوزين اكتر مما هي عليه في لعاب الناس اللي مش متجوزه. الاميونوجلوبين دي اجسام مضاده بيستخدمها جسمنا للدفاع عن نفسه، ونتيجه دراسه في الاخر قالت ان المتجوزين اقل عرضه بكتير للامراض، وان شخص كونه ان هو وحيد ده بيعرضه للامراض بصفه مستمره. انا بنتي الله يسامحك، ده انا كنت عايز اديكي مناعه. في حاجه بقى عمرك ما هتاخدها من لعب العيال. بص يا صديقي، الاكتفاء بالذات نعمه وقوه في حد ذاته، الا في الحاله دي ربنا ما خلقناش لوحدنا. صديقي يقول لي كده، لحد امتى هتفضل تميل مع الريح؟ امتى بقى هتشد عودك كده وتواجه؟ امتى هتشد عودك وتقف وتواجه؟ لو قمت يا سيدي في مره ووقعت واتكسرت هتقوم اقوى من الاول، بس انت شد حيلك كده، موضوع كبير اكبر من صدر الفنان. صحتك يا صديقي،
صحتك النفسية كمان بتتأثر جدا وانت وحيد جدا. في مرض نفسي اسمه التاتش هانجر او السكين ستارفيشن، ودي حالة بتوصل ليها الافلام اياها، حالة من الجوع لللمس، لمس الاخرين باوامر من العقل الباطن، نتيجة لقلة النشاط الجسدي. بس انا هروح ادفع لي 200 جنيه و 200 ايه؟ ده 200 دي اخر دوجوب. العلاقات دي يا صديقي لا بتسمن ولا بتغني من جوع، ولازم عشان تخشها ما تبقاش فايق، هتضر. مفيش احلى من حلال والله. يا صديقي طبيعي انك تحس بالوحده وتحس بانك معزول عن العالم على الرغم من كون حواليك كتير من الحمقى، وده بسبب هرموناتك اللي مش مظبوطه. الدي ان ايه بتاعك يا صديقي اناني جدا، هدفه الوحيد انه يمرر نفسه للجيل اللي بعده. يا ابني سكس ماشين زحمه، ما الشخص اللي عمره ما جرب هيموت عشان يعملها، هيخليه يسيب مذاكرته، هيأثر على شغله وانتاجيته، هيضربه في وقت وحدته، هيسيطر عليه، يخليه زومبي، ببساطه كده هياخد ورمس مع الكراسي. بس للاسف لو اخترت انك تكون لا جنسي وتفضل عايز طول عمرك، لازم ولا بد هتحتاج لبدائل، ولحسن الحظ دلوقتي البدائل دي موجوده في الصيدليه. كنت سالت سؤال انا كده في الاول، انا مستني الاجابه في الكومنتات.